بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن إزاي تاخد صلاحية الروت في كالي لينكس، تمام؟ لأن آخر نسخة اللي هي 2020.2 اليوزر نيم والباسورد كالي. زي ما احنا شايفين كالي أت كالي، تمام؟ نكبر شوية كده عشان نعرف نشوف. طيب بيجي تكتب اوامر كتير بيرفض، يقول لك انت ما عندكش البريفليج او الصلاحيه، مقرف شويه صح؟ طيب ده اليوزر اسمه كالي والباسورد كالي. لو كتبنا هو ام اي، فالكوماند هنا بيكتب لك اليوزر كالي، تمام؟ طيب اكتب اي دي جميل. هنفتح ملف الباسورد، هنكتب كات سبيس سلاش اي تي سي باك سلاش باس دبليو دي. فتح الملف هنا هتلاقي اليوزر اللي اسمه كالي ويوزر تاني اسمه روت، اهو يعني كده اليوزر بتاع الروت ده موجود، تمام. هنفتح الجروب برضو. كات اللي هو امر استعراض بيفتح الملف. طيب كات باك سلاش اي تي سي باك سلاش جروب، نضغط انتر. طيب هنلاقي هنا كالي وهنلاقي ايضا روت، جميل جدا. باس دبليو دي روت دي هنا بيقول لك ايه، انت ما عندكش الصلاحيه. احنا حاولنا نغير الباسورد بتاع الروت، بيقول لك يو ماي نوت فيو اور موديفاي باسورد انفورميشن فور روت، عشان انت ما عندكش الصلاحيه مستخدم عادي. طيب هنعمل بقى الامر اللي هو سودو اس يو اللي هو السوبر يوزر، يقول لك اكتب الباسورد بتاع كالي، هو كالي كي ال اي، تمام. قلب هنا قال لك روت ات كالي، دخلنا كده خلينا سوبر يوزر، جميل. هلا الاختلاف هنا كالي ات كالي، وفي علامة الدولار هنا روت ات كالي وعلامة الهاش. معانا الصلاحية كده ان احنا نغير ايه الباسورد بتاع الروت. طيب هنكتب الامر تاني باس دبليو دي سبيس روت دوت انتر، بيقول لك اكتب الباسورد بتاعك. هنكتب باسورد اي حاجة زي ما انتوا عاوزين، تمام. نضغط انتر، بيقول لك ري تايب يعني اكتبه تاني. كتبناه فبيقول لك باسورد ابديتد سكسسفولي. انت كده معاك صلاحية الادمن بتاع الروت. هنعمل ريبوت للسيستم، اعادة تشغيل يعني للنظام. الفيديو ده الاخ حبيب كان بيسأل في الكومنتات لما الفيديو اللي فات اللي هو ازاي تسطب كالي لينكس، فقال لي انا عاوز اخد صلاحية الروت ازاي، فانا بعمله مخصوص علشان اسألك الدعاء. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. الفيديو كده قصدي السيستم كده بيفتح من جديد. هنكتب بقى هنا في اليوزر روت ار او او تي والباسورد اللي احنا كتبناه لسه بيحب. تمام دي شاشة اللوجن روت، نكتب الباسورد. انا الباسورد بتاعي كتبته كالي، نضغط انتر فتح معانا، تمام. طيب نحاول نفتح التيرمينال اللي هي شاشة الاوامر عشان نتأكد برضو. جميل اوي، روت ات كالي. كده احنا عملنا يوزر بصلاحية الادمن وادينا له كل البريفليج بتاعته.
طيب النسخة دي كانت آخر نسخة ليها 2020.2. نكتب الأمر ده عشان نعرف نستعرض هو ام اي اللي هو الاسم اليوزر او الاي دي بتاعك. احنا كده خدنا الاي دي بتاع الروت كده زي الفل. طيب نستعرض بقى النسخة الفيرجن بتاعها عن طريق الأمر ده. نكتب الأمر ونضغط انتر اللي هو grip version etc os release هنا 2020.2 في رعاية الله. اللي عايز يسأل أي حاجة اكتب في الكومنتات.